مش هتقول حاجة لطيفة يبقى ما تتكلمش خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني مع فيديو جديد للمبتدئين. بس هنتكلم عن البيبتات اللي احنا المفروض ممكن نستخدمها في المعمل، والمقاسات المختلفة، وازاي اختار البيبت كويس او نوع البيبت اللي انا هشتغل عليها، اللي هو الاساس بيقف على البادجت بتاعي او مقدار الفلوس اللي انا حاططها لبند البيبتات. البيبتات مصة متغيرة ومصة ثابتة، او بيبت متغيرة وبيبت ثابتة. يعني ايه متغيره وبيبت ثابته او فيكسد وفاريبل؟ الفيكسد فهي ما بتعملش غير مقاس واحد، الفاريبل بتعمل كذا مقاس بنشتغل عليها واحنا شغالين، ممكن نغير المقاسات من مقاس لمقاس. ده رقم واحد بالنسبه للحاجات دي. طيب عندنا البيبت اللي هي انواع البيبتات اللي موجوده، مثلا عندي فيكسد خمسة، في فيكسد 10، في 100، في 500، في 200، في 1000، في 20، في 25. دي الانواع الفيكسد. في بقى المتغيره. الفيكسد دايما او البيبتات دايما الاقل من 100 مايكرون، فدي بتشتغل على التبس الاصفر. البيبت اللي اقل من 100 مايكرون بتشتغل على التبس الاصفر، اللي اعلى من 100 مايكرون بتشتغل على التبس الازرق. علشان اكون فاتح المعمل بتاعي وبادئ شغال، فانا لازم يكون عندي اختيار ما بين البيبتات. البيبت المتوسط بتاعها من 400 ل 500، ده اللي موجود في السوق. اذا كانت دايال اب، اذا كان توب بيت، توب مايكرو، توب دراجون، او مايكرو بيبت دراجون، او اي نوع تاني في السوق موجود، فهو في الحدود من 300 ل 500، تمام، على حسب النوع الواحد. اذا كان بين الفرق في الفيكسد والفاريبل فهو تقريبا 50 جنيه في سعر البيبت الواحد، تمام. ده المهم عندي. طيب عندي المقاسات اللي انا المفروض انها تكون متاحه عندي في المعمل. رقم واحد مقاس ثابت 10، رقم 2 مقاس متغير من 5 ل 50، رقم 3 مقاس متغير من 100 ل 1000. ليه المقاسات دي؟ علشان تحدد لي او تغطي جميع المقاسات في التحاليل، اللي هي من اول 5 لحد 1000. في بعض الناس بتستخدم من 100، من 10 ل 100، بس انا ما بحبهاش عشان انا شغال بيها تربي. الا لو انت هتجيب بقى ببت 5 مايكرون للتربي خاصه بيها. دايما يا جماعه الناس اللي هي معاها مبلغ ممكن تجيب ثابت كتير، علشان الفاريبل بيبوظ مع الاستعمال ومع كثره الاستعمال. فانت الافضل ليك ان انت تجيب حاجات، الحاجات الثابته دي، يعني الاساسيات اللي هي 10 مايكرون، ومن 5 ل 50، ومن 100 ل 1000، تغطي لك كل المستوى. عايز بقى تقلل الجهد على الحاجات المتغيره دي، تجيب ال 10 الثابته، ال 100 الثابته، ال 500 الثابته، ال 25 الثابته، ال 1000 الثابته. دي هتفرق معاك في فتره طول العمر بتاع البيبتات نفسها. طيب البيبت اصلا انا بحكم عليها من الكواليتي بتاعتها ازاي؟ رقم واحد انا ببص على التقل بتاع البيبت نفسها، التكه بتاعت التروس، هل هي خفيفه، هل هي تقيله، الكلام ده. طبعا ضغط البيبتات والكلام ده، المكونات الداخليه والخارجيه، شكلها هل هي ذات جوده عاليه شويه ولا جوده قليله. معظم البيبتات اللي في السوق المتوسط او الشعبي اللي الناس كلها تقريبا بتشتغل بيها، فهي تقريبا توب دراجون ودايلاب الوقت اللي شغالين، او مايكرو دراجون ودايلاب. في انواع مختلفه من البيبتات موجوده في السوق، طبعا اعلى. كل ما انت بتعلى في السعر والكواليتي، كل ما انت بتجيب حاجه كويسه واعلى في السعر والكواليتي، وتعيش معاك مده طويله. طيب البيبتات اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو دي، اللي هي البيبتات الشعبي او اللي معظم الناس بتشتغل بيها بانواعها المختلفه وبمقاساتها المختلفه، اللي هي لا تتعدى ال 500 جنيه كسعر نهائي. في بقى بيبتات اعلى شويه، اعلى في السعر واعلى في القيمه واعلى في الكواليتي، زي مثلا البيبت اللي معايا النهارده دي، بيبت ياباني اسمها نيشيو. طبعا للناس الخبرات القديمه فهي عارفه يعني ايه نيشيو. بيبت ياباني طبعا، تقيلة، وزنها تقيل. تاني حاجة اوتوكلافابل، بتحط في الاوتوكليف عشان تتعقم. تالت حاجة فيها هنا
فوق لو انت بس كده لاحظت بالراحه كده وانا بشتغل اهو عشان بس يوضح، شايفين ده كده ده لوك. لوك يعني ايه لوك؟ ده بيقفل على البيبت ان هي ما تتغيرش. لو انا مثلا بشتغل 50 واشتغلت بالبيبتات كتير قوي، بالبيبتة دي كتير قوي قوي مثلا 15 سنين لحد ما بدأت تنعم شوية، فانت وانت بتضغط ممكن تلف نص مايكرون لحاجة، تاخد 50.5 مايكرون، فده اللوك ده بيقفل ما بيخليكش تلفها ابدا او هي تلف لوحدها. ده بالنسبة للبيبت دي، طبعا بيبت رائعة جدا، سعرها فوق ال 3000 جنيه، 3000 وحاجة. فصعب جدا الناس المبتدئة ان هي تشتريها، او اللي يقدر ومعاه قدرة مالية يقدر يشتريها. هي ببتة العمر زي ما هي ما الناس بتقول. ده مثلا المقاس اللي معايا ده من 100 ل 1000، مش عارف المقاس التاني اللي عندي كام، او من 10 ل 100، ده برضو نفس الحكاية، نفس الببتة اهي، واللوك بتاعها موجود، وده الريجكتور بتاعها، كل حاجة خلاص. طبعا قلنا في اول الفيديو ان من الاقل من 100 فبنستخدم التبس الاصفر، تمام اهو، وده الريجكتور بتاعها، ده الاقل من 100. طبعا من الالف، اعلى من الالف، فالتبس الازرق، وده الريجكتور بتاعها. اتمنى ان النهارده تكونوا استفدتم من الفيديو، وتعملوا شير ولايك للقناه. ولو انتوا احتجتوا اي حاجه ممكن نوضحها في المعمل، وتجهيز المعمل وتسويق المعمل، وان شاء الله في فيديو جديد هنعمله قريب بنحضر له لدراسه الجدوى لمعمل التحليل الطبيه، قبل ما نبدا بقى نرجع تاني ندخل في العلم والتحاليل داخل المعمل، و تحليل تحليل، ونبدأ نشرح تحليل تحليل بإذن الله. أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا شير ولايك للفيديو وللقناة، وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصل لكم فيديو جديد. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.